لأن الصحة رسمالك، فخليها كده في بالك. رعاية أسرتك، بيتك وأطفالك، جمالك وخيط الهم لو طالك، هتبقي كلها في بالنا كما في بالك من الوقت يا صفصفتي. عودة معاكم مرة تانية اعزائي المشاهدين على الهواء وصفصافة. وزي ما احنا عارفين دايما صفصافة بتهتم بالمرأة وجمال المرأة. اي واحدة في الدنيا نفسها انها تفضل طول عمرها حلوة، ما نفسهاش ابدا انها تكبر، وحتى لو كبرت عايزة تفضل برضو حلوة، ما يظهرش عليها اي حاجة من التجاعيد. وطبعا في بعض السيدات بيلجأوا لحاجات كتيرة تحافظ على بشرتهم زي الكريمات، في البعض كمان بيلجأ لحاجة اسمها التقشير. يا ترى التقشير ده صح؟ يا ترى يصلح لكل بشرة ولا لا؟ ده اللي هنعرفه حالا من خلال لقائنا مع الاستاذ الدكتور منير ويليام، كبير جراحي التجميل واستشاري الامراض الجلدية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. برحب بحضرتك واهلا بك معانا دكتور. صباح الخير. اهلا وسهلا دكتور منير. بداية نتكلم على انواع البشرة، يعني هل كل بشرة يعني نوع واحد ولا فيها انواع مختلفة؟ هو الحقيقة ده سؤال مهم جدا عشان ندخل المقدمة بتاعت التأشير. البشرة احنا بنقسمها اساسا لست انواع وست درجات. الانواع الستة هي البشرة الدهنية اللي هي بتبقى البشرة كلها معروفة ان مسامها كبيرة ويبقى فيها تفتحات معينة، وعلى فكرة دي من اجمل واصح انواع البشرة اذا حافظت عليها، لكن اذا سبتها ابتدت تعمل لي حبوب شباب وحاجات زي كده او اكزيما ورؤوس سودا وتبقى مشكلة تانية. البشرة التانية هي البشرة الجافة، ودي تعتبر من اصعب انواع البشرات لانها بتعجز بسرعة. النوع الثالث من البشرات البشرة المركبة، الاقي مقدمة الرأس والانف دهنية وباقي الوجه يبقى جاف. النوع الرابع اللي هي البشرة الصبوحة اللي عمرها ما بتعجز، الجميلة اللي تفضل طول الوقت. اللي هي ايه بقى ده؟ شكلها عامل ازاي؟ دي فيها عمل وراثي كبير الى حد كبير. البشرة الخامسة هي البشرة الحساسة، اكل حاجة معينة تبان في البشرة تبتدي تدي اثار وحاجات زي كده. البشرة السادسة هي البشرة الملطخة اللي هي فيها بثور وحفر وحاجات زي كده. دي من حيث انواع البشرات. انما من حيث الدرجات اللي هي تساعدني ان ادخل في التقشير الكيميائي، بقسم الجلد الى ست انواع من حيث مدى تأثره بالشمس ومدى تكوين البقع. لا بمعنى أكتر. نبدا بالنوع الاول اللي هو البشرة الحساسة جدا، اللي هي لو اتأثرت بالشمس في سهولة جدا تتحرق ولكن لونها ما يتغيرش ابدا. دي زي البشرة المثال بتاعها ذو الشعر الاحمر. دول مهما يتعرضوا للشمس بيتحرقوا على طول، لكن مش ممكن لون الجلد يتغير. ودي بشرة حساسة جدا. النوع الثاني بيبقى نوع حساس اللي فيه لو اتعرض للشمس فترة بيتحرق، لكن اللون يبتدي ياخد لون ويبقى غامق لو اتعرض للشمس فترة طويلة. والمثال بتاعه البشرة الشقراء ذو العيون العسلية. النوع الثالث اللي هو بيتأثر بالشمس ويتحرق ويتبقع لو خد فترة طبيعية، وده طبيعي، والمثال بتاعه ذو البشرة البيضاء والعيون العسلية. النوع الرابع اللي يهمنا احنا دول الشرق الاوسط اللي هي البشرة القمحية، اللي هي لو اتعرضت للشمس فترة طويلة تبتدي تتحرق وايضا تبتدي تاخد لون. البشرة الخامسة اللي هي البشرة الزنجية، لو اتعرضت للشمس فترة طويلة ما تتحرقش لكن تتبقع. البشرة السادسة اصعب انواع البشرات البشرة الزنجية اللي هي ما تتحرقش لكن تتبقع. تتحرق بمعنى ايه يا دكتور؟ لو تجي لها حروق، حروق الشمس اللي هي تعمل بقع جلدية بتاعة الشمس اللي تتعرض بقى لعلاج كيميائي، وتبتدي العلاج معين بكافة درجاته. احنا يهمنا 3 و4 اللي هي دول البحر المتوسط اللي هي المصريين اللي هي البشرة القمحية ودرجاتها. من هنا بندخل على التقشير. طب يعني ايه تقشير؟ التقشير انا بقسم الجلد الى بيتركب من ايه؟ طبقة سطحية اللي هي البشرة، وطبقة عميقة اللي هي الأدمة، وتحتهم نسيج دهني، وبعدين العضلات. لما اجي اتكلم على التقشير انا بتكلم على البشرة اللي هو الطبقة اللي فوق اللي هي الطبقة السطحية. الطبقة السطحية من البشرة فيها مشاكل، قد تكون بقع، قد تكون حروق وهكذا. من هنا جاء التقشير. يعني هو التقشير لازم يكون فيه مشكلة، مشكلة بقع، مشكلة حروق، لكن التجاعيد والحاجات دي كلها ما تصلحش معها التقشير. الحقيقة ده هيخليني أشوف درجات التقشير. هل هو في البشرة الطبقة السطحية ولا الطبقة المتوسطة ولا الطبقة العميقة؟ ممكن ننزل لتحت بكافة أنواع التقشير. ومن هنا نيجي نمسك التقشير. طب إيه أنواع يا دكتور؟ إذا كان طبقة سطحية يبقى هو ده التقشير الكيميائي اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة بدرجاته. إذا دخلنا بدرجة أعمق سنة يبقى التقشير بالليزر وليه درجات مختلفة. إذا دخلنا أعمق شوية تبقى الصنفرة. اذا وصلنا للطبقه بين سطح البشره وسطح الجلد يبقى احنا دخلنا في جراحات التجميل. فخلينا في الطبقه السطحيه خالص اللي هي التقشير. نبدا في حاجه اسمها التقشير الازرق. التقشير انواع مختلفه. الاول ايه الماده اللي بستخدمها في التقشير؟ كانوا زمان بيستخدموا ماده الفينول.
ولقينا ان ماده الفينول دي لها اضرار خطيره جدا، منها انها بتزود ضربات القلب، منها انها بتاثر على عضله القلب، لدرجه ان في حالات سجلت انها توفت من التاشير. فتبطل عالميا ومحرم دوليا استخدام الفينول. دلوقتي في تاشير بحاجه اسمها تي سي اي اللي هي ثلاثي كلوريد حمض الخليج، وده بتركيزات مختلفه. ده بيستخدم يعتبر نوع من الانواع البسيطه للتاشير. في التاشير الاعمق اللي هو يكون تاشير الفواكه، بستخدم احماض مختلفه بتركيزات مختلفه واحطها على البشره والعب بيها على حسب البشره اللي قدامي. التاشير اساسا بالمواد دي كلها مواد شفافه، ممكن احط لون ازرق يبقى ده التاشير الازرق. احط لون ازرق على الماده الشفافه اللي انا بستخدمها للتشفير عشان يبان قدام المنطقه اللي استفادت من التاشير والمقوله ما استفادتش. اللون بيديني جايد، ممكن احط لون ازرق، ممكن احط لون برتقاني، ممكن احط لون اصفر. واخد بالك سيادتك ازاي؟ اللي شائع استخدام اللون الازرق بحيث ان هو مع البشره مع لون الجلد الحته اللي استفادت باين عليها اللون الازرق وتبتدي يحصل فيها البيلنج وتتقشر. الحته اللي ما استفادتش ما فيش لون ازرق عليها فما استفادتش. طب وايه اللي بيخلي حته تستفيد وحته ما تستفادش؟ انا واجه كله حاجه واحده؟ لا لا، انا طريقه توزيع للون. قد يكون الدكتور هو بيوزع اللون اختلفت حته تركيزها اعلى حته تركيزها اصفر اقل، فبيبقى التاشير ده هو اللي بيساعدني انا اني اوزع على البشره بالطريقه دي، حاجه مساعده للدكتور. طب يا دكتور احنا دلوقتي حطينا الماده اللي حضرتك بتقولها على الوجه كله، وبعد كده المفروض ايه اللي بيجرى بقى؟ الجلد نفسه بيتقشر؟ في خلال ثواني انا لو سبت فتره طويله الجلد بيقشر بتبقى مشكله كبيره. في خلال ثواني انا ببتدي بحط في خلال 20 ثانيه والمريض مباشره بيقوم يغسل وشه في خلال 20 ثانيه ثانيه وتبقى النتيجه باينه قدامه. النتيجه بقى اللي هي ايه بيبقى؟ النتيجه اللي هي عباره عن ايه؟ حسب درجات التقشير وحسب نوع البشره. المستحب ان انا يكون عندي بقع تبتدي تفتح، والمستحب اكتر ان يكون لون البشره غامق يبتدي يفتح معايا. هو ده الاساسي والجايد اللي انا بستخدمه بالنسبه للتقشير. انما لا زال في بدايه العلاج. ملوش علاقه بالتجاعيد بنسبه عاليه. ما بيشيلش تماما البقع بنسبه عاليه، انما بيدي صفاء للبشره مؤقت لمده اسبوعين ثلاثه شهر ويبتدي نبتدي نعمل نعود. عشان كده التقشير ده مثلا بيتعمل 5 مرات 10 مرات. طب ما ده مش إنما ليه تاثير ضار، كنت لسه اقول حاجه كده، اكيد ليه تاثير ضار على البشره. اذا استخدمت تركيزات مش مظبوطه او استخدمت تقشير لدرجه نوع بشره غير النوع بلاقي مشاكل. هتصل الى درجه التضرم، ابص الاقي الجلد اتكون فيه حاجه اسمها كيلويد. ولذا فهو سلاح ذو حدين، ومش ممكن بنستخدمه الا في انواع محدده من البشره بتركيزات محدده. طب امتى تلجا المراه ان هي دلوقتي بقى في هوس في الموضوع ده يا دكتور؟ يعني كل واحده عايزه تبقى جميله وده حق طبيعي ليه، بس ممكن تبقى جميله بطريقه ثانيه من غير ما تضر نفسها. امتى لازم نلجا للتقشير كعلاج مش كمجرد بس اللي هو زينه وبس؟ الحقيقه انا بخلي التقشير اخر خط في العلاج. انما عاده بنبدا بالكريمات والتركيبات، بعد كده ممكن انواع محدده من الليزر تدي نتيجه افضل، بعد كده ممكن استخدم التقشير. مش الليزر حضرتك بتقول للمرحله الطبقه اللي تحت الطبقه اللي على الوجه؟ لان عاده البقع اللي بتكون موجوده في البشره ما بتكونش بقع سطحيه. عشان كده البقسيط ما بيدينيش النتيجه المرجوه منه. فبدخل في الطبقه الاعمق. فبيكون انا محتاج استخدم جهاز او شعاع يوصل بدرجه اعمق من الطبقه السطحيه من البشره. انما هي بتبقى توازن، الدكتور بيوزن الحاله، هل دي بقع سطحيه ولا اعمق سن من البشره ولا اعمق خالص. اذا اعمق خالص يبقى بيستخدم الصنفره بدرجاتها المختلفه. والصنفره دي بتبقى ازاي يعني؟ جهاز ميكانيكي. انا بعمل التقشير بدل ما بستخدم مواد كيميائيه انا بستخدم ايدي بجهاز علشان اوصل بخبرتي اني اشيل الطبقه السطحيه من البشره. دي خبره الدكتور هنا. لان برضه محتاجه الخبره معينه، برضه احنا مش عايزين نخوف الناس، لان الحقيقه الناس كلها هتترعب وهتبقى الحكايه بالظبط. هي محتاجه ان انا احسب نوع البشره، ايه اللي يصح فيها، هل البشره دي نوع 2 ولا 3 ولا 4، هل البقع الموجوده فيها سطحيه ولا عميقه، هل انا هستخدم بخبرتي التقشير الكيميائي ولا التقشير الازرق ولا التقشير بانواع مختلفه ولا الصنفره ولا الليزر، وايه درجه الاستجابه بالنسبه للمريض. انما بصفه عامه كل هذا الكلام لا تزيد الفتره السطحيه بتاعته عن من شهرين لست اشهر فعلا، ونرجع نعيد اللعبه من جديد. ده لازم يعني حاجه اجباري؟ ما بيزيدش عن كده. لا مش قصدي، بما ان احنا بدانا يعني لو الوجه ما تمش تقشيره خلاص بيعيش حياته. ممكن ادخل على صنفره، لكن ممكن ادخل على جراحات تجميل، ممكن ادخل في مواضيع ثانيه. لكن احنا لو يعني اي حد عمل تقشير لازم بعد ست شهور يعيد، زي البوتوكس مثلا
اللي هو ولا اسمه بوتوكس حاجه كده. لا 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 مش شرط ده، لازم بعد 6 شهور بيتعمل تاني. لا تقشير، لا ده تقشير ممكن يتعمل كل شهر. اللي هو تقشير الفواكه. وممكن تعمله ست البيت في البيت عندها. ازاي بقى؟ في مجموعات معروفه وكل الدنيا يعني دلوقتي بقى كلام بتركيزات مختلفه ضعيفه جدا، بحيث ان ممكن الست تعملها لوحدها في البيت بتركيز خفيف جدا. وهي بتحط الماده على وجهها لمده 20 ثانيه وبتغسله على طول، وبعد اسبوعين بتبتدي تاخد التركيز الاكتر. وهي دي حاجات موجوده على احنا مش بنروج لحاجه، لكن على مستوى العالم دي حاجه معروفه. مجموعات التقشير المختلفه ممكن ست البيت من غير دكتور ولا اي حاجه تستخدمها، لكن احنا بنحذر لازم تكون الاول خدت الغايد من الدكتور هي بشرتها نمره كام، وهذا النوع من التقشير ينفعها ولا ما ينفعهاش، ايه طرق وضع الماده، كيف يمكن ازالتها، اذا حصلت مشاكل تستشير الدكتور ازاي. طب هل بعد التقشير بيتحط نوع من انواع الكريمات بقى يا دكتور وكده، ولا بيبقى خلاص الوجه بقى صافي خالص؟ لا لازم احط انواع كريمات تحافظ على النشاط بتاع هذه الخلايا الصبغيه اللي وقفت نشاطها، لان لو سبته هيرجع يتكون على طول باسرع ما يمكن. طب في بعض السيدات بيلجأوا عند الكوافيرات ان هم يعملوا التقشير والحاجات دي، فعايزه نصيحه من حضرتك. لا هنا الكارثه، هنا الكارثه طبعا. لا لابد من ان يعني انا يكون في جايد في الاول، انا بشرتي نمره كام، وايه الماده اللي هستخدمها في التقشير، وهحطها كام ثانيه، ولو حصلت مشاكل هعمل ايه. ما كانش الروشته دي موجوده ما اقدرش اسيب وشي، ده اهم حاجه، ده المواجهه لاي حد يلعب بيها، لان دي تبقى مشكله كبيره. اكيد طبعا. احنا سعداء جدا بتواجد حضرتك معانا يا دكتور. في النهايه مشاهدينا الاعزاء بنتوجه بالشكر للاستاذ الدكتور منير ويليام، كبير جراحي التجميل واستشاري الامراض الجلديه بالهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه. شكرا يا دكتور. شكرا. مع كل مشاهدينا هندخل معاكم على شبكه الانترنت مع حواء اونلاين والزميله انوار كمال، نشوف اخر ما توصل اليه العلم ونرجع لكم مره ثانيه. هذا تعريفين عن جراحه التجميل او سيرجري بلاستيك. هي الجراحات التي تجرى لأغراض وظيفية أو جمالية. هي بالمفهوم البسيط استعادة التناسق والتوازن لجزء من أجزاء الجسم عن طريق استعادة مقاييس الجمال المناسبة لهذا الجزء. أصل كلمة بلاستيك أتت من الكلمة اليونانية بلاستيكوس، وهي فعل يقولب أو يشكل، وبالتالي فهي لا تمت بصلة إلى مادة البلاستيك كما قد يتبادر إلى أذهان البعض. عزيزتي حواء، ماذا عن تاريخ جراحات التجميل؟ الهند. يرجع تاريخ جراحة التجميل إلى العالم القديم، فالأطباء في الهند القديمة وتحديدا الطبيب الهندي الكبير سوسروثا استخدم ترقيع الجلد في القرن الثامن قبل الميلاد، واستمر استخدام هذه التقنيات حتى أواخر القرن الثامن عشر وفقا للتقارير المنشورة بمجلة جنتلمان، وذلك في أكتوبر عام 1794. تمكن الرومان من استخدام تقنيات بسيطة مثل إصلاح الأضرار في الأذان بدءا من القرن الأول قبل الميلاد. بالنسبة لأوروبا، ففي منتصف القرن الخامس عشر يقول الطبيب هاينريتش فون في وصف عملية صنع أنف جديد لشخص بعد أن أكلتها الكلاب عن طريق استقطاع الجلد من منطقة خلف الذراع ووضعها مكانها، لكن بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بالجراحات عموما لم تصبح مثل تلك الجراحات مألوفة حتى القرنين التاسع عشر والعشرين. أما في أمريكا فأول طبيب تجميل هو الدكتور جون بيتر، أجرى أول عملية بأدوات صممها بنفسه لتلك العملية في عام 1827. والنيوزيلندي السير هارولد جيلس وضع العديد من التقنيات الحديثة في جراحة التجميل والعناية للمصابين بتشوهات الوجه في الحرب العالمية الأولى، ويعتبر هذا الطبيب هو الأب للجراحة التجميلية الحديثة.